دي مشروع الغويده، هذا المصطلح مصطلح حديث. مشروع الغويده، الغويده ما عندهاش مشروع، الغويده حاجه سيئه اعوذ بالله. فهمت؟ انسان ينقل بالاخبار من واحد لواحد، قد يكون مفتن وش يترتب على هذيك الغويده هذيك من مشاكل للناس. مشروع الغويده هذا هو شخصيه تلقاه ناس يتحرك من بلاصه لبلاصه، تلقاه يحمل الشيء ونقيده، وتلقاه دائما في المواقع كل يدي لهذا ويمشي لهذا ويخلبص هذا ويمشي هذا، ويلقى متعه في ومتعه. فهمت؟ هذا يسموه مشروع تاع غويده، بمعنى هذا في المستقبل قد يكون غوات وقد يكون عميل. فهمت؟ لان خصائص الغوده فيه مترسبه فيه منذ الصغر تاعه. فهمت؟ هذا قد يكون معنا ربما راه غوات على المستوى بسيط. فهمت؟ غدوه ربما بهاك المشروع هذاك يبدا يكبر فيه، يكبر حتى يعود عميل، خطر عن امته وخطر على الدوله تاعه وخطر عن امنه القومي وخطر عن هذا. مشروع الغوده مشروع صعيب ياسر. ومشروع الغوده هذا تسمع بهاك الغواد هذاك يروح يغود ويدي هديه معاه مش يقبل غواته. ساعات حتى الطفل يدي هديه معاه مش يقبل غواته. احيانا يقول لك واحد يعني. ما 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 تفهمش المشاريع هذه لما جت موجوده ياسر من الصغر هكا يقول لك. يعني قلت لك هو من الصغر يبان لك الشخصيه في الحديث. الشخصيه راهي تبان، تعطى شخصيه المواقف والشخصيه اللي عنده اخلاق كريمه وما ينقلش هذا لهذا. هذا راه من الصغر تلقاه متربي. والمشكل وراه ياسر ناس تلقاهم طفل صغير يعاشر في الكبار معاهم ناركو مثلا، بكري تلقاه يلعبوا في الديميني هو شاد لهم الرشم ولا يلعبوا في الكارتة. فهمت؟ وهو صغير. ولا تلقاه يصاحب ناس اكبر منه ويبعثوا فيه، قول هذا وقول هذا وجيب لهذا، ولا يبعثوه مش يسرق، ولا يبعثوه مش ينسس انهم على اللقر. هذا المشروع تاع الغواده هذا مشروع خطير جدا. هذا مفهوم حديث مشروع الغواده يبين على مدى هذه الشخصيات المرضيه في داخل المجتمع تاعنا، ربما تكون خطر حتى على اللحمه، وتكون خطر على النسق العام للمجتمع، ويكون خطر حتى على بيته وعن اسرته وعن نفسه. اذا مشروع الغواده هذا مشروع يسري في كل المجالات، تلقاه في الجانب الاقتصادي، تلقاه في حتى في الجانب المؤسساتي. مثلا واحد تلقاه عين المدير في المؤسسه تاعه، فهمت؟ والاخر تلقاه معنا عين المكاس في السوق، واحد عين، فهمت؟ المشروع هذا خطير جدا، ومشروع عانت منه ياسر الناس. صحيح. ودائما تخاف انت عشان يتأول حديثك ولا يتنقل حديثك في موقف ما مثلا. صحيح. هو تولي تتحفظ من كلمه يزيده هو ويزيده الاخر وماشي، ويدخل فيك المشروع تاع الغواده حتى يصبح كلام انت ما قلتش اصلا ذلك، ويتأول تأويل خاطئ. يتحول مشروع خدماتي. يتحول مشروع خدماتي. باش المشروع لما تعود الغواده لما تعود وظيفه وتعود عندها دور وعندها ناسها وعدها مستقبليها، فهمت؟ وعدها رسالتها في الحياة، معناها المشروع بالمشروع المجتمعي وصل إلى درجة من 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 من, من تداعي والانهيار. معناها إذا كانت فيه هذه السلوكات داخل المجتمع، هذا هو مشروع الغوادة اللي يغود غوادة ويصدخها، وغود غوادة ويدي معها هدية مش يقبلوها. ولله في الله، معناه مشروع معناه نساء تك تقول انت احيانا هذا الانسان وش الفائده من جيه؟ الفائده هو ان عنده عقده نفسيه كيغود يرتاح، روح يرقد.